لا ما اتفق معه. سعدون حماد، سعدون حماد من الشخصيات المثيرة للجدل، واللي الآن يعني كأنه هو قاعد يمثل أطراف متنفذة من أجل يعني التصيد على بعض أعضاء مجلس. سعدون حماد يمثل أطراف متنفذة؟ نعم متنفذة. نعم. لأي هدف؟ الهدف الإساءة لبعض أعضاء مجلس الأمة اللي يتقدمون بهالقضايا، اللي يتقدمون بعض القضايا اللي هي تمثل قضايا الشعب الكويتي وقضايا رئيسية وتتعلق بحريات، بالذات الحريات وغيره. هو شخص واضح أنه هو مرسل من هؤلاء المتنفذين، واضح أنه له دور في تشويه المجلس، ولذلك احنا عارفين حجمه وعارفين دوره كأعضاء مجلس، ولذا وحاطينه في الدور اللي يعني الدور اللي هو خلينا نقول محدد له.